بسم الله، واحنا شغالين سواء مثلا في كاش ديتكشن او في اي حاجه بيبدا يجيب لي العنصر دوت موجود في انهي ليفل، موجود في انهي جريد بتاعه فين. تمام، سهل جدا تعمل له سويتش باك عشان تروح للريفت او تروح للبرنامج اللي انت جايبه منه، او تقول له اعمل لي سيلكت. طب انا عايز اظهر الجريد هنا عشان ابدا اشوف الشغل بتاعي موجود فين. طيب بكل بساطه عايز اظهر الجريد، اجي هنا في الفيو واقول له شو جريد، فيبدا يظهر لي الجريد. طيب هو ظاهر لي الجريد فين؟ هو بيشوف الدور اللي انا هختاره من هنا، تمام، ويبدا يجيب لي جريد فوق وجريد تحت. اقدر من هنا اختار اسم المشروع اللي انا هشتغل فيه، ممكن يكون عندي ملفات كتيره، اقدر اختار انهي ملف اللي انا هشتغل عليه. هاجي هنا اقول له انا عايز اظهر لي الجريد اللي فوق الدور ده والجريد اللي تحت الدور دوت، او اقول له انا عايز اشوف الاباف بس او عايز اشوف الفيلو بس، بحيث ان الجريد يبقى انا معلم على الكاميرات ديت فيظهر لي الجريد اللي تحتيها والجريد اللي فيها. ممكن اقول له لا انا عايز اول، يبدا كل الادوار يجيب لي فيها جريد، بس هو مدي الوان للي فوق واللي تحت. طب اقدر اتحكم في الالوان دي؟ اه اقدر اتحكم. ممكن اقول له فيكسد فيبدا يجيبها لي في اوطى دور فيهم بالشكل دوت، فتقدر تشوف الجريد بشكل كويس. طيب عايز اتحكم في الالوان، هاجي هنا على العلامه ديت والاقي ان الليفل اباف هياخد اللون الاحمر، الليفل بلو هياخد اللون الاخضر، اقدر اغيره. الاذر ليفل هياخد اللون اللي هو الرمادي ده، تقدر تغيره من هنا. هنا هيشتغل بنظام الاكس راي، وهنا الليبل فونت سايز تقدر تكبره لو انت مش شايف الحاجه واضحه. اقول له اوكي اهوت، اقدر اقول له انا عايز اشتغل مثلا على الليفل دوت، هتلاقي الجريد طلع لفوق. تمام، واقول له انا عايزك تجيب لي الجريد فوق وتحت بالشكل دوت، هيظهر معايا اكتر. انا مقتنعني لو انا قلت له اظهر له بالشكل دوت.